عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخوتي الأحباب الأصدقاء، أينما كنتم حفظكم الله ورعاكم والله العظيم. شوف أنا غادي نقول لكم غير واحد كلمة صغيرة هكا في سبيل الله. عجبك الموضوع، عجبك ما عجبكش، اسمح لي هذا ما عندي. شوف والله رانا في واحد مشكلة، واحد إشكالية كبيرة بزاف، على بالك خطيرة. قاع كيما درنا جزائريين مغاربة توانسة، قاع حنا مين؟ حنا قاع أمة واحدة تجمعنا بطاقة واحدة بيضاء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا كاع مسلمين يا أخويا. طب إحنا عندنا إشكالية كبيرة على بالك. زعمتم أنكم تحبون الرسول وتركتم سنته، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كاع أنا الأول وكاع الناس يقول لك أنا نبغي الرسول وأنا نبغي الرسول وأنا نبغي الرسول. يا خويا ما راك تبغي الرسول على ما تبع السنة. شوف هذا الحديث واعر على بالك، خطير كارثه، غادي تنحكم على بالك. اغلبيه تاع الناس في تيك توك شرام يديروا، راهم يصوروا في خوتهم طاك طاك، صور فيه كلاشي فيه وكل شيء، كلاشي في بنته في خوه وكل شيء. حوشوا غير الديفو وين تغلط، تغلط في هضره يشفروك، تحسب مجزره اسلاميه والله العظيم لا يقطعوك يفصلوك. اسمع اسمع خويا النصيحه، إذا أنت مسلمة النصيحة تكون سرا، إذا كانت النصيحة جهرا تعد فضيحة. هذا شكون اللي قال هذا الكلام؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نزيد لك واحدة، هو ما هو أخطر. اسمع اسمع، هاد الناس لما يحوسوا على العورة تاع الناس، هما ديجا معمرين عورات على بالك فيهم، عندهم بزاف المشاكل هما. أيا هما باش ينسونا اش عندهم، يحوسوا على المشاكل تاع الناس، اشوف شال الاخر كي داير، شوف هذاك كي، وهذيك المراه زنات، وهذاك دار وهذاك دار. يا خويا غير في سبيل الله، انا مانيش ندبس فيك، انا غير في سبيل الله قلت لها غير بصوالحك، صوالحك شتهم هذوك صوالحك، قلت لها غير بهم. اسمع مليح، ديها كيما تبغي، نصيحه في الله. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك اللي يتبع عورات اخيه مسلم ربي غادي يتبعه، وربي من يقرر باش يتبع عبد غادي ما يطلقاش حتى ولو في جو في بيته، ويفضح له العيوب تاعه. انت عندك عيوب وانا عندي عيوب، انت خلقتني انت ما خلقتنيش، انا خلقتك انت ما خلقتكش، انت خلقت هذيك ولا خلقت هذيك. يا خويا تلاها غير في صباحك، اترك الخلق للخالق، هو اللي خلقهم. ربي شي يقول لك وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم. خي قولي حمبو السطار شكون هو؟ هو الله، هو ربي يستر وانت تكشف. اتقوا الله في أنفسكم، اللي عنده شي فيديو ولا شي حاجة في الريزو خي لحا نقولك عليه، ملك الموت راه جاي، مش قاش تروح بهذه الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله ورعاكم.